فيلم المدمر الجزء الثالث والآلات اللي ما حد يقدر لها. لا تنسوا تشتركون بالقناة حتى يوصلكم كل جديد. يحكي الفيلم عن فكرة إنشاء ذكاء اصطناعي حتى يقدرون يستخدموا لخدمة البشر، بس أكو ناس هتلية قدروا يخترقوا عن طريق تطبيق اسمه سكاينيت ويخلون هدفه تعلس البشر وتسويهم تكي. فلهالسبب يسافرون عبر الزمن للماضي. يدي الفيلم بواحد اسمه جون كونر دا قضم ويشتغل عماله، والمسكين من توفت أمه بقى بوحدة مثل الكلب بدون هوية وماكو شي يثبت وجوده، ولا رقم هاتف ولا بطاقة ولا صخامة بعينه، وكل يومية يحلم بكوابيس انه الآلات دا تتحارب ويا البشر وصايرة بالنعل. ويوم من الأيام هو دا يسوق بالدراجة ويزحلك وتتجرح رجله، فيروح للصيدلية ويلقاها معزلة، وبهالأثناء يدزون للماضي وحدة آلة مطورة أو نقدر نسميها ذكاء اصطناعي، هدفها أنه تعلس جون كونر وشك واحد إلى تأثير على نهضة سكاينيت، واللي من ضمنهم أبو كاثرين بروستر اللي يشتغل بقسم تصميم أسلحة الطيران للذكاء الاصطناعي، واللي واقف سكينة خاصر على تطبيق سكاينيت. وبنفس الوقت كاثرين بروستر صممت آلة ذكاء اصطناعي ودزتها للماضي حتى ينقذ البشرية من سكاينيت واللي ثردت العالم ثرد. فيطب النادي ليلي ويشوف بياناتهم كلها، فياخذ الملابس مال هذا الكيك ويطلع، وينطون نظارة مال جهال فيكسرها، ويخمط لسيارة من هاي الزينة ويفلت، وتروح هاي على الشقة اللي مأجرها جون كونر، ويطلع لها العفطي وتسأله عن مكانه، يقول لها شعرفني آني، فتقول له خوش لعد، وتفرغ المسدس براسه. توصل كاثرين للصيدلية وتلقاه دا ينتظرها، ويقول لها انطيني علاج لا أسويج هريسة، فتشمر للعلاج وتاخذ المسدس منه. والذبة بقفص ما تشلاب وتقول له ابقى هنا عوي مثل الكلب الأجراب. وبهالأثناء تيجي وحدة جايبة كلب مريض وتريد تعالجه، فتخليها تنتظر وترجع له وتقول له أنا عرفك إنت جون كونر وإنه أنت كنت وياي بالكلية. فيقول لها بت النعال إذا تعرفيني شكو تحطين بقفص ما تشلاب يا كلبة. فتقول له شنو هاي أشو أنت صاير حرامي وسربوت. وبهالأثناء تطب لهم العلاسة تريد تعلسهم، فتلزمها وتخنقها برجلها، وباللحظات الأخيرة يجي ينقذها هذا المهتلف ويفلش بيها الحائط، ومكيف لابس لي نظارة مال لحيم وجاي عادي يقول لها تعاي وياي أنا جاي أنقذك، ويحبسها بالسيارة. وهذا العار يقدر يطلع من القفص ويشوفه جاي عليه، ويقول له تريد أسويك تكة لا كباب، ويقول له ما عدكم قوزي، فيقول له انتشبوا امشوا وياي أنا جاي أنقذك. فيصعده بالسيارة ويطلب منه يروح بسرعة قبل لا تجي العلاسة تعلسه، فتطلع له ويضرب طلقات عليها وتقول له طلقاتك تدغدغني شنو هالسلاح مال جهال، والضربة طلقة بيدها والطيرة للحمزة. فتروح على سيارة الشرطة وتهكرها وتصعد الشفل، وراها تخترق السيارات كلها وتقوم تتحكم بيهن وتلحقهم. فيقوم البطل المغوار ويخمط الدراجة ويلحقها وتطاردهم، وتقوم تفلش شكو شي قدامها، وكل هذا الشي وهم مثل الأطرش بالزفة، وتتحكم بسيارات الشرطة حتى توقفهم وتحدد الهدف والمسافة اللي بينهم، ويلحقهم أبو جواد بالدراجة وتقدر تحصره بين سيارتين حتى ما يحوس الضربة على راحتها. النغل يحس بيها ويضرب بريك، فالضربة وتجيب التريلا اللي لا منها ولا عليها، وتمرد الدنيا كلها وبس تريد توصلهم. وأول ما تريد تضربهم مرت الأخو يضربها طلقة ويبنجر سيارتها، فتقول لأشودي تعال، وتفر الوينج مع السيارة عالية وتسحله، وتبقى الطارد وراهم وهذا متعلق مثل قرد، وتسوي تتن وتكسر بي الدنيا كلها وبس تريده يوقع، ويطلع أقوى من لزقة جونسون ويبقى متعلق الحد ما تشوف سيارة تطفاء وتلطم بيها. وهذولا قاعدين بأمان الله ويلقوا بوجههم، فيوقعهم وياخذ سيارتهم، حتى درايبر ما مسواها لسوايا يا مشوه، الحد ما يقومون يتناطحون بالسيارات. فالضربة وسيارة الاطفاء تصير طماطة، ويقمز على سيارتها ويقول لها اشود ولي ويوقعها، بس العوبة تشلب باللحظات الاخيرة ويخلي الونج بالبلعة حتى توقف السيارة، ويقمز على سيارة جون فتنقلب السيارة، واخيرا يقدرون يخلصون منها.
ويصير عنده الوقت الكافي ويشرح لهم السالفة كلها، ويقول له أنا خطارك جايك من المستقبل، وإنه مهمتي أحميك أنت وزوجتك كاثرين، لأن أنتوا اللي حتنقذون البشرية من شر هالآلات الخبيثة. فيقول له زوجتي شنو قول يا الله يا معود، معقولة أنا أتزوج هالصعلوكة بالمستقبل؟ فتقول له أي قندر سمعتك. فينزلون بسوبر ماركت ويتسوق لهم شوية نمنميات، فيوقفه ويقول له أنا حسابهن. فيقول له انشب احسن لك. فيطلع كاثرين من السيارة وتبقى تصيح، ويشوف ابو الماركت ويبلغ الشرطة، وتقول له انت تخبرت ايش دا تسوي؟ فيقول لها انشب ليش ام راس، انا زوجك بالمستقبل واحنا اللي راح ننقذ البشرية. فتقول له يا زوجي اصخام، انا مخطوبة وخطيبي هسه يطيح حظك. فيقول لها انت وخطيبك ما تخوفون كلبي. وراها يقعد خطيبها من النوم ويلقاها فوق راسه وتعلسه حتى تقدر تاخذ شكله، وتيجي الشرطة عليه وتقول له خطيبتك وين؟ فيقول لهم انه لازم اجي وياكم حتى اعلسها، اقصد حتى اشوفها لان مشتاق لها. فيصلون للمقبرة، ويروح على قبر سارة كونر ام جون كونر ويفلشه، ويفتح القبر ويلقى مليان اسلحة، ويقول له انه امك المرحومة ماتت بالمكسيك وحرقوها ودفنوها هناك، وهي كانت تعرف انه انت بيوم من الايام راح تحتاج هالاسلحة. فتاخذ المسدس كاثرين وتقول له كافت مسليت، فالضربة طلقة ويشمرها من حلقة عبالك ماكل عليك بوبي. وبهالاثناء الشرطة تقتحم المكان وتطلع هاي الثولة وتلزمها الشرطة، يقول له انه احنا لازم نطلع هسه. فيقول له شلون نطلع الخاطر الكعبة مو الشرطة برا؟ ويقول له لا تصير خنشمشي ورايا واني احميك. وبهالاثناء يجي اتصال للضابط ويقول له انه عرفنا مكان خطيبتك، فتعلسهم وتروح المكانها، ويطلع شايل التابوت والشرطة تقول له سلم نفسك انت محاصر. فيقول لهم ايه ان شاء الله الصبح احكيكم وياهم، ويزرفوا الزرف بالطلقات ويقول لهم انتم مو مال عيني واغاتي، ويشغل لهم البيكيس وطح طح 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 طف طح 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 طح، ويحرق سياراتهم، وتطلع عدد الضحايا صفر لان هو بالاساس شريف ما يقتل احد. يقول له لازم انه نروح الكاثرين حتى ننقذها، وتروح كاثرين على خطيبها وتتحول على شكلها الاصلي، وباخر نفس يلحقها ويهبدها بار بي جي ويطيرها، ويقول لها صعد يا معودة مو شقيتي حلقنا. فتصعد وياهم ويطفرون، عاد هاي تظل تركض وراهم وتصير بيب بيب، وتطلع لهم من طريق مختصر وتقمز عليهم قمزة الغوريلا، وتسوي ايدها كوسرة وتفتح سقف السيارة وتقول لهم السلام عليكم، الحل ما يطب جو اللار ويقدر يوقعها. تجرب بقية أسلحتها والحارق حتى تسويهم نص استاو، يقول لهم انه لازم نستخدم أسلحة قوية حتى نقدر نأخرها، ويقول لها انه أبوش راح ينعلس ولازم نروح له بسرعة حتى نوقف المشروع مع الذكاء الاصطناعي. توصل هاي على أبوها قبلهم وتهكر البيانات كلها، وتدخل لهم فيروس حتى يفقدون السيطرة عليها، وتطفي كل حواسبهم وانه الاجهزة كلها تهكرت وطلعت عن السيطرة. فتيجي بهيئة بيتا ويضربها ويطيح حظها، فعاد تقوم وتعلسه ويخبزها خبز بالبازوكة لحد ما توقع جوه، ويقول له انه الذكاء الاصطناعي خرج عن السيطرة، وتهجم عليهم الريبورتات اللي هكرتها وتسويهم تشريف، يشيلوه ياخذوه للمكتب مالته، ويقول لهم اكو فوق ملف احمر اخذوه وانه موجود بعنوان المكان حتى تنهون مشروع الذكاء الاصطناعي لحد ما ابوها يموت. البقال لله ضلع كاثرين، ويطلعون ويلقوها قدامهم، ويطلع سلاحه مخلص طلقات، فيشلع قنينة الأكسجين ويهبدها بيها، وراسها يفتر مرتين، ويقول لها الله هاي شنو كلش حركات، صير مخابز بينهم صلق حمس كتل جليد، وواحد يهبد بالثاني الحد ما يفلشون المكان كله. فتلزمه وتسوي وجه نص استاو وتقص راسه وتهكره. فيقول لها جون عرفت شلون نأخرها، ويروح على الكاميرات ويندل مكانها، يفعل المغناطيس مال المكان كله، فهي تلحق وراهم وتضرب عليهم، وآخر لحظة يشتغل المغناطيس ويجذب الحديد كله وتسيح من قوة المغناطيس وينهزمون منها، وهذا يقدر يرجع راسه ويقوم. فيوصلهم وهو متهكر ويقول لهم طفروا، هاي العوبة هكرتني وما دا اعرف تشكم من البوك.
وانه مدى سيطر على نفسي. فهذا الفاهم يلحق يفلت ويشمره من الطيارة، فيقول له يا معود ابو الغيرة مو وقتك هسه، فيريد يكتله ويحاول يذكره انه مهمته يحميه، فيلزم السيارة ويصمت ابو ابوها، فيرست نفسه ويبقى صافن مثل الزمال. فيروحون بالطيارة للمكان اللي دلاهم عليه ابوها، ويوصلون المكان ويفتحون الحاسبة ويخلون الرمز الموجود بالملف، فتنفتح الباب. بهالأثناء تشفتهم العلاسة بالطيارة، ويدخل لها أبو الغيرة بالطيارة ويسويها مثرودة، وتنفجر الطيارة وينزل منها، ويلقوه مهلوس هلس، ويونس محمود يشمر نفسه على الباب ويلزمها إلهم حتى يدخلون قبل لا تنسد، فيقدرون يطبون، بس هاي العرمة وهي باقية بس الشاص وتلزم رجل هذا العار تريد تعلسه، فيلزمها من رجلها ويخلي البطارية مالتها بحلقها، فتنفجر ويموتون اثنينهم. وبعد معاناة وجر وعار وتالي طلع ماكو بهالمكان أداة التحكم بالذكاء الاصطناعي، وإنما مجرد مكان آمن لحماية الشخصيات المهمة من الإشعاعات النووية. فيقول لها يا معودة حتصير نهاية العالم، وفعلا تحققت النبوءة وبدت سكاينت تضرب العالم نووي وسوتهم مثرودة، وقاموا يتواصلون ويا البشر الناجين من الانفجار ويعرفون شي يسوون وإنه يواجهون مصيرهم العاوي. وبس لهنا والله ويخلص الفيلم، وعاشوا عيشة سعيدة.